استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سفير جمهورية كوت ديفوار لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كوب 15 والذي ينطلق في كوت ديفوار الشهر المقبل. أشار وزير الزراعة إلى أن مؤتمر مكافحة التصحر ستكون له أهمية كبيرة للتعرف على الآليات اللازمة لمكافحة التصحر في دول إفريقيا، وسيكون فرصة لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية، مؤكدا استعداد مصر لتقديم الدعم الفني للأشقاء في كوت ديفوار والتعاون في كافة الأنشطة الزراعية المختلفة. ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. الحقيقة مؤتمر مهم كوب 15، لو نتعرف على يعني أبرز النقاط الأجندة المطروحة من خلاله، أيضا مسألة يعني أهمية التعاون بين مصر وكوت ديفوار أو الدول الإفريقية بشكل عام في موضوع مكافحة التغير المناخي. أولا كل سنة وحضرتك طيبين، الشعب مصر كله خير. طبعا اتفاقية التصحر دي مصر من أوائل الدول اللي مضت في الاتفاقية، ودي معنية بدراسة الآثار السلبية من عوامل المناخ والظروف البيئية المعاكسة في العالم، وخصوصا المناطق الجافة والشبه الجافة. احنا بصدد كوب 15 في الساحل العاجي ان شاء الله الاسبوع القادم. الاتفاقيه الدوليه بنشارك فيها 167 دوله. من خلال التواصل والتعاون اللي بيتم بيننا بين جمهوريه مصر العربيه واشقائنا المنوطين او اللي بيعانوا من ظاهرات تصحر سواء الجفاف، الملوحة، تدهور الأراضي، ده طبعا بيبقى لنا نشاط كبير جدا في هذا الإطار. ويمكن ده اهتمام القيادة السياسية أن معالي فخامة السيد الرئيس أناب معالي وزير الزراعة لحضور كوب 15 اللي زي ما قلت بينعقد في ساحل العاج في يوم 8 و9/5 إن شاء الله. يمكن مصر من الدول اللي لها خطوات إيجابية كبيرة في مكافحة التصحر. يمكن احنا في وزارة الزراعة مشاريع القومية الكبرى اللي الدولة المصرية بتقوم بيها في الفترة الأخيرة أكثر من 4 مليون فدان بنشتغل فيهم كتوسع أفقي. ده على أساس في بند في الاتفاقية اسمه لاند ديجريشن نيوترينت اللي هو تحييد أراضي المتدهورة. يعني إيه تحييد الأراضي المتدهورة؟ يعني أي فدان من الأرض يبوظ، سواء بقى يتبني عليه يحصل له تدهور، لابد الدول توجد بديل مكانه. يمكن مصر ليها خطوات كبيرة زي ما قلت إيجابية في هذا الإطار. عندنا مشروع الدلتا الجديدة، مشروع توشكا. بالفعل مشروع الدلتا الجديدة أكثر من 2 مليون فدان، شوطوشكا مليون فدان. لو في جهود يعني مصريه الحقيقه في الفتره الاخيره ل يعني التوسع الافقي والراسي ومكافحه مساله يعني ضياع الاراضي الزراعيه والتعديات على الاراضي الزراعيه ومحاوله يعني مواجهه كل التداعيات الدوليه او المتغيرات الدوليه الحديثه. حين بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.